مرحبا بكم. العالم قرية صغيرة وما خلقنا سيدي ربي غير باش نعيشوا ونتعايشوا ونتعارفوا واخا بجنسيات مختلفة وثقافات وهويات متعددة. شنو قصد الناس اللي عندهم أكثر من جنسية؟ جوج الجنسيات، جوج ديال الثقافات وجوج ديال الهويات، شنو ممكن تخلق لهم من مشاكل أمام هذه الازدواجية في الجنسية والهوية؟ كنعيش بجوج جنسيات موضوعنا اليوم في قصة الناس. بكم مشاهدينا اللي كتابعونا على ميدي ان تي في وكتشوفوا قصة الناس، كنرحب بالحضور اللي معايا داخل البلاطو، وكنرحب ايضا بالاستاذ الباحث والفاعل الجمعوي ادريس القرش. فاطمة 59 عام، تزادت في الفيتنام وعاشت وكبرات في المغرب، الام فيتنامية والاب مغربي. دابا سميتها حليمة ولكن في الاصل سميتها فانيوب، و40 عام وكثر وهي عايشة في المغرب، فيتنامية الأصل. إلياس 43 عام، نص هولندي ونص مغربي، وهذا التعدد هو سبب مشكلته. مرحبا بك فاطمة. بارك. عاودي لي الظروف، كيفاش أنك علاش كتبكي؟ علاش كتبكي فاطمة؟ كنفكر وداك الشيء اللي كنعيشو هنايا. فكري فكري ونعرفو كلنا القصة ديالك. هو كنعيش من هنا شويه مقفصه مع حرب مع هذاك الشيء. نعاودو من الاول، انت فيتناميه، الاب ديالك مغربي وامك فيتناميه. امي لي فيتنامي. امك فيتناميه وباك مغربي. عاودي لي الظروف اللي مشى فيها الوالد ديالك لفيتنام. كان هو في حرب في فرنسا، من فرنسا هو مشى. كان في الحرب. كان في حرب هو. من فرنسا مشى فيتنام هو. كان محمد خميت كان كمشي من فعل هذا، وهم مشوا فرنسا مشوا فيتنام. هم فرنسا قعدوا تما وجوش في والده ونتنحنا وكبرتنا تما. انت تولتي في الفيتنام؟ انا ولدت في الفيتنام. انا شي كان عندي انا تما ديك الساعه منت 54 انا زايد كان 72 عاد دخلت موريت. اذا دوزتي من 54 حتى 72 في الفيتنام. عايشه تما. ايه. كيفاش كانت الظروف تما، الحياه ديال الواليد كيفاش؟ كان ديك الساعه كنحب تما وداكشي ديال في امريكان مع فيتنام، يعني كنحارب داكشي. كنعيشها شويه مقفصان وداكشي. ولكن يعني باك علاش استقر في فيتنام وتزوج ودار الاولاد تما؟ علاش ما رجع في حالته لبلاده؟ لا راه ما حط لي ما كيهضر وكيطلع وهبط زعما عليه حساب رجع بلاده وداكشي. يا وتشدوه في حبس. ايه. بعد 5 سنين هو شدوه. علاش تشد تما؟ هو ممكن نشوف وقع شي مشكل مع رئيس ديال فيتنامين وداكشي وشدو. من شدو كنقول شنو بغيتي دابا؟ كنقول بغي يرجع بلادي عن والدي والده هو وعن عائلته وداكشي. الوالد ديالك في الاصل هذا منين؟ من منطقه في المغرب. من حدكورت هو. حدكورت. تما غرباوي هو. غرباوي. ايوا هي هذا. ومن هضرت وداكشي هما شدو. كنقول زعما كيبحال زعما ما عجبو شي بلاد بيت عيش هو تما. بغى يرجع لبلادو. بغى بلادو. وشويه مع وقو غوتو ما كيفاش انا ديك الساعه بقى صغير ما نعقلش. دابا انت غير اللي كيعاودوا لك. عالي كيعاودوا داكشي كنسمع انا وصافي. تجابوه مغرب ايام حسن الثاني. ديك الساعه كان هو تزوج بالوالده ديالك. تزوجت بوالده. وشحال انتم هاد الخوت تما؟ كان ثلاثه دراري وكان ثلاثه بنات. كلكم زدتوا تما؟ كلهم زدنا تما. واخا انت رجعتي كبيره للمغرب فاطمه. جيت كبير. جيتي بنت 18 عام تقريبا. يعني تقريبا الطفوله وطرف كبير من الشباب دوزتي في فيتنام. كلهم دوزوا. عاودي لي على كيفاش كنتوا كتعيشوا تما وانتم عارفين راسكم مغاربه. وعايشين في فيتنام موزعين ما بين جوج البلادات. ايوا كان ديك الساعه حنا ما كنعرف والدي. كنسول الوالد كنقول انا كنغوت عليا كنجي بلاد وداك الشيء. ها هما باقا ما كيخلوني نجي نجي وداك الشيء. كان دير دفع طلب ونوراق وداك الشيء باقي يجي بلاده وداك الشيء. وما انا ديك الساعه صغير ما نعرفش شنو هو. كنسمع كيعاودوا. وكان حرب كنعيشها شويه داك الشيء. صعيبه. صعيب شويه داك الشيء. انت دوزتي تماره تمايا ودوزتي الظروف الحرب. دوزت تماره تما. ولكن شنو اللي تيبكيك دابا بالضبط فاطمه؟ الطفوله العائله الوالده ديالك كاينه تما. كان تما ومات وبقى خانتي اللي باقاها صافي. ولما جيتي في 1972 للمغرب بديتي من الاول هنا الحياه في المغرب. جيتو شويه وزوج.
انت تزوجتي اه الوالده ديالك ما كان عندها مشكل انها تجي مع راجلها تجي مع باك؟ ايوا راه الاولاد بالسيف عليها سمع في بلادها، جات بالسيف عليها بالسيف مع صخاشي بالولادها، كنقول ما نقدرش نقدر نسمع في بلادي وعائلتي ونجي مع الاولاد، وسمحت في كل شيء وجات، سمعت في كل شيء وجات. وكيفاش من بعد عشتوا هنايا ابتداء من 1972 كيفاش بدات الحياه؟ كان دينا واحد دانا في حد كوت تما عايشه انا في خيريه واحد المده عام، حنا عايشين من بيتنا من الخيريه. اه خيريه عشنا مده عام تما. وعلاش بالضبط مشيتوا للخيريه؟ وما عرف. داكشي خلاونا تما كي واكلنا وشربنا حتى واحد النهار شتو عطاو فرقوا عطاونا بلاد، عطا وليد بلاد. انتوما كنتو بزاف المغاربه اللي جيتو من فيتنام؟ جات خيط الله شويه، المهم انا فيرما دابا ساكن حنا سبع الناس. سبعة العائلات. اه سبعة عائلات تما ساكن. وهاد سبعة العائلات كلهم مجوجين بالفيتناميات وجابوا. كلشي مزوجة بالفيتناميين، كلهم ولدوا لوليداتهم. ولولاتهم زوجوا وكبروا عائلة. كون واحد مشاو قال اللي ساهل على شي خدمة ساهل، اللي ما يساهلش راه. ما عذبه صافي. واخا أنت دوزتي 18 عام في الفيتنام، كنتي كتهضري تما بشمن لغة؟ كنهضر هضرتهم. من دابا جيتي الدارجه المغربيه كنت ديك الساعه با كان تيهضر معاك شويه بها؟ لا ما كنعرف. يعني جيتي كبيره للمغرب، كيفاش تعلمتي الدارجه باش كتهضري معايا دابا؟ كاع عايشه مع الناس مع جيران وذاك الشيء كيوروني كيفاش هضره شنو هذا وشنو الصعوبات اللي لقيتي؟ ما لقيت حتى صعوبات باش تواصلي مع الناس باش تبداي الحياه من الاول في المغرب. ايوا لقيتو زعما المغرب مزيان. عيشنا مزيان وكان مع ليا فينا. ايوا جوتو عاوتاني مع الراجل. وكيفاش تتزوجتي؟ ايوا كان هما عائلتو ساكن حدا فيرما ديالنا حنا. داكشي علاش. دابا تيقولوا انت بنت الفيتناميه هكذا معروفه في المنطقه. دابا المغربي كيقول لي الشينويه. انا راه اصليني مغربي. كلشي تيقول بنت الشينويه ولا الشينويه. صافي داكشي اللي كيقولوا. وكيفاش زعما فاش تزوجتي براجلك كيفاش تتواصلتي مع عائله راجلك؟ كيفاش الوالده ديالك واخا فيتناميه دخلت في العادات والتقاليد؟ كيفاش من بعد زعما جوج ديال المغربي والفيتنامي تيتعايشوا فيك؟ واخا ما كنعرف العربيه مزيان كيساعدوا معايا وداكشي علاش كيساعدوا معايا. ايوا درت الوليدات وقعدت معاهم تا قد هالوقع هذا مزيان معايا وكيساعدوا معايا وكلشي. ما لقيتيش مشكل في ما عنديش مشكل معاهم تندمجي في المجتمع المغربي وفاش؟ ما عندي، هما مزيان معايا وراجلي مزيان معايا الوليدات عاوتاني مرضين كلهم مزيان معايا. خوتك تاهما ما لقاش مشكل في الاندماج فاش جاو؟ ما عنده حتى مشكل معاهم، وتاهما زوجوا ديال وليداتهم عايشين. هنا كتعيشوا بالفلاحه حيت قلتي عطاوكم الارض، واش كتفلحوا ولا كيفاش؟ عطاو وليد واحد سبعه قطار ديال البلاد. كيعطاه هذه سبع قطار وكيعطاو سعلا فريان ديال لانكدريس باش يعيش به. وهذه سبع قطار ما عندهم الوراق كاع. غير تستغلوها وصافي. استغلوه هكاك وصافي، ما كيعطينا الوراق لا والو. دابا نأن من 72 دابا نأن، ما كيعطينا الوراق لا والو. هو مات توفى. الوالد ديالك. من مات هذه سعلا فريان اللي كيعيش به ولاو قطعوه وعطاه والده 4500 باش كيعيش به. ايوا سنكاو هي عيانه وداك الشيء علاش. واخا اذا تتهضري على حليمه، مرحبا بك حليمه. انت في الاصل سميتك فانيوب، هذه هي سميتك فانيوب. انت فيتناميه الاصل حليمه؟ فيتناميه. نعم انا فيتناميه. فيتناميه. اول حاجه شكون اللي سماك حليمه؟ هو زي ولادنا هو عندنا صوبو كاتني وانا صوبو كونسي. هادي سون انا بغايتينو سينوي فيتنام بواحد دكلا خاطر سينوي مغرب انا غوني ولا انا بغاي زوت سمي ايوا هما هو انت فقط انت شنو بغاي سمي لي المغرب انا نقول انا نسمي حليمه. انت اللي اختاريتي تسمي حليمه؟ صافي. انت اللي عجبتك حليمه؟ هذه انا. شحال في عمرك حليمه؟ انا دابا 80 عام. 80 عام. فاش جيتي في المغرب شحال كان في عمرك؟ 40. 40. قدرتي تخيب بلادك وتجي للمغرب؟ ايوا على الاولاد. على الاولاد؟ الاولاد بارلوك ساعه هذه باقا صغيره. ايوا انا ما قدرتش خلي خمسه سته الاولاد. ايوا هكاك انا خلي فامي من تما
وانا تابعه الاولى. تبعتي ولادك وفاش جيتي لهنا للمغرب كيفاش بديتي تتعيشي هنايا وانت ما كتعرفيش الدارجه وانت ثقافه واحده اخرى الفيتنام بعيده علينا بزاف الحاجات اللي مبعدين ما بين المغرب والفيتنام، كيفاش قدرتي تعيشي فانيوب هنا في المغرب؟ واخا لوكلون شويه صعيبه صعيبه وما عرفتي لغه ما عرفتي فين امشي وفين جاي ايوا وهككوا لازمني عاونوا وفمي معايا شويه وري شويه من هنا ومن بعد عاوتاني زيري هو زي وشوفي هو دفعن لو غادي نسيلوي ايو اليوم كدا عاوتاني تعلم علي الاولاد نيت الاولاد وري لي امي هذه هذه هولي دابا ولادك غير باش نفهمك حيت راه صعيب شويه باش نتفاهموا انا وياك. دابا ولادك هما اللي وراو كيفاش تهضري وكيفاش تتعاملي مع الناس. اي صافي هذه انت صعيبه عليك اللغه. صعيبه بزاف صعيبه. واخا دابا انت فيتناميه راجلك الله يرحمه مغربي، واش في التربيه ديالك فانيوبا حليمه كنتي كتعلميهم جوج ديال الثقافات؟ الراجل كيربي بالمغربيه وانت كتربي بالفيتناميه ولا كيفاش؟ ايوا لا 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 جابي واحد تربية واحدة عندنا بحال بحال لا بحال فيتنام وشوفي مرة تعلم ربي ديال مغرب بعد مرة تعلم ربي ديال سيلوي ما فهمتك شنو قالت؟ هي قالت زعما باغيين نتربي داك الشيء تربي ديال المغرب ونتربي ديال الشينوا زعما كنهضر انا بهضره فيتنامين وهو اللي كيهضر بالعربيه فهمتي؟ فاطمه واش فاش كتكونوا كتواصلوا مع الوالده كتلقاو صعيب شويه القضيه انكم تواصلوا انكم تذاكرون؟ لا دابا انا بالنسبه لي انا مع زوجتي خرجت من دارنا هذاك الشيء ما بقات هضرت شويه بقيتي عاقله شويه كان ديك الساعه باقا دابا شويه بداو كننسى شويه اه بديتي كتنسي اللغه وخا حتى الوالده كيهضر كنعرف شي شنو كتقول بدات كنطرط عليها شويه عاوتاني ما بقات كنعرف اذا شديتي المغربيه والدارجه وطلقتي طلقت وهضرت ماما شكون هم دابا هي لا تهضر انا عارف شنو كتقول كتفهمي اش كتقول كتفهم انا شنو كتقول هي حليمه انت جيتي للمغرب تتفلحي عطاوكم الارض وفي الفيتنام كنتو كتخدموا على الفلاحه اي واش حنا كنعرفوا الفيتناميين والاسيويين انت عندهم دوك الاعشاب ديالهم كيزرعوا دوك الزراعه ديالهم واش حتى في المغرب درتي نفس داكشي اللي كنتي كديري في الفيتنام بحالاش شنو درتي دابا نزرع دابا حمود دابا النوارة مهم و دابا حنا مع عمي انا بين هذان ديال شينوا يمينا ما كان كيفاش ما هي قال زعما داكشي ديال الماكله ديال شينوا كزرع هي كزرع ثمنها كزرع كزرعي في الارض ديالك كزع داكشي الربيع ديالها كتعيش بها منها جابتها الزرع من هنا وكتزرع جبتي الزريعه من تما وكتزرعيها في المغرب في الارض ديالك والماكله ديالك حليمه كطيبي داك الطبخ ديال فيتنام ولا ديال المغرب؟ ايوا مره فيتنام مرة مغرب وتعلمتي من المغرب؟ ايوا الحمد لله شوية تديري كسكسو كديري ايوا لي كسكسو لي كنتي كديري الكسكسو عندي ما سال الحمد لله وفي رمضان حنا ان شاء الله بقات لنا غير ايام على رمضان كديري الطقوس ديال رمضان المغربية ولا كيفاش؟ لا انا كاين بنتي باقا عايشوا معايا من تما ودابا انا ما قدرت لي حتى هذا لكن بنتي من تما هي اللي كنت هي كدير كل شيء هي اللي كنت ولكن انت اللي علمتيها كل شيء وانا شوفي انا علمت كل شيء ودابا انا ما كنقدر كدمتها انت عييتي عييتي واخا شكرا لك حليمه الياس حتى انت بحال فاطمه حتى انت شويه مغربي وشويه هولندي باك هو اللي مغربي امك هولنديه عاود لي على الظروف كيفاش حتى الوالد والوالده تزوجوا كيفاش تتولدتي كيفاش الوالد مشى يطار ساب سيرلوز كان تيقرا مشى بريفي ساب سيرلوز مشى فرنسا ما خلافني مشى دروك من بعد مشى لهولندا في 64 سافرت فرنسا مشى لهولندا ايه من بعد تلاقى بالوالده بقات تسمو علاقه هذا بعد جا عند مو قال لها غنتزوج قالت له ديجا كان واخد واحد الحمريه حنا ما قبرنا والو شنو كان واخد؟ جاك ميجا هولندي كانت وجات امه بواحد حمريه.
من بعد ما عرفت الجوج نهار دخلته بشي ماشي بلاصه سرقت له الحوايج. شكون هي هذه؟ هاي الحمري. اه مراته. يا احنا ما عرفنا هو زين كلنا ما عملناش لنا بعد اولا احنا الناس تقولوا لنا صافي. من بعد تلاقى بالوالده جوج سيدنا رسول الله من بعد تولد المشاكل. شنو المشاكل؟ هو تيقول هو بقى عايش تما في هولندا ولا في؟ لا تيجي تيجي. يا والوالده ديالك؟ خدام تما هو. والوالده هي كتمشي وتجي؟ نعم الوالده كانت وقعت وقال لها سمحي في الخدمه ديالك هي ما تقدرش. قالت له بغينا نعيشوا ونعيشوا في هولندا. قريوا لنا هنا تقراوا تما العربيه. نص نهار عربيه ونص نهار نيدرلاندا. كانت الامر غدا على يورام. هو اللي قلب كل شيء على السبيل على الوالده. باك. يا. واخا انت دزتي في هولندا. يا خرونكم. كانت ثلاثه. الطفوله ديالك دوزتي طريف منها في هولندا. يا. كيفاش عشتي ديك الطفوله في؟ يا خوتي. مزيانه. اشرح لي. مزيانه الحمد لله كنا عايشين بخير. قراو كل شيء تمشي نقراو في راو تيجيبنا. واحد كان جانا ولد عامين في 72 دخلنا المغرب. جيتي ولد عامين؟ لا دخلنا ديك الساعه كانت جا فوكونس. اها. تما فين بداتي؟ اشنو؟ تما فين تقريبا بداتي دير حماده المغربيه. وعقت به بابير بابير ارابيش. وشنو المشكل اللي دار حاله مدنيه مغربيه؟ نينكس. ياك انتوما نص مغربي ونص الجنسيه مغربيه. ما عرفتش حقي ندير انت مغربي؟ لا خصي شاور خصي شاور امي اولا. اه خصي شاور ما شاورهاش. يا. كانوا كان نقاش مع خالي اولا وثانيا خوها كاش حامل يتزوج بها بقاش قالوا من بعد غيتكرفس عليها وفلان يتكرفس عليها عام شد الوراق جنسية شد بابي ديال ولكن شنو تكرفس تكرفس باك على الوالده ديالك؟ سرقنا وضرب سنين ما يعملنا والو هي سرقك؟ يا احنا اربعه ثلاثه يعني هز وليداتو كاملين وجابوهم من المغرب جابنا المغرب وهي مخبره والو تيقول احنا تصدمنا من جبنا المغرب تصدمنا حدنا في قنيطره قنيطره عاود ليا كيفاش هذا الاختطاف ده كيفاش جابنا مقرقبن ما عرفناش شنو وقت حطنا في المغرب عند مو عند مو الله يرحمه الله يذكره بخير. وعند صاحبه كان سي عبد الله استاذ ديال بن زيدون. جيتو مخطوفين. ولكن راه جابكم باكم زعما ما شافش الحق قانون قانون ما عندوش الحق. ما عنديش دار الشيء التفكير من راسه هو انت ما بغيتيش تجي المغرب ولا كيفاش؟ لا انا ما بغيتش تعدي على امي كثرت الوليده وانا تذبحت اكثر زعما كون اختي انا زعما وك كبير عندي ولادي تذبحت اكثر من تذبحوا هما انا تبغي امي بزاف انا ما بغيتش المشاكل توقع بيناتهم دابا منين جابكم باكم المغرب تفرقات العلاقات شتات بين امك وباك في 76 المحكمه ديال المغرب قنيطره كانوا هما فارقنا احنا قلنا لا تعرضنا له ضربنا قدم وكيل الملك في 76 قال وكيل الملك قال لي الا سبعات قلت له تفرقت امي تفرقوا بين من فادر تكملوا من فادر من مودر يخوك زيكم مستور عمرت الحياه تدوي بعضياتنا ديما تلقى المشاكل عايشه معنا في قلبنا انتوما ما قدرتوش يعني تعيشوا ما بين امك وباكم في بعدين وكل واحد في بلاد نعم كل واحد والجنسيه ديالو ما بغيناش ما قبلتوش هذا الشيء نعم باك بغى يدخلكم للمغرب راه دخلنا غير ما كان يبقينا معاه خطفكم دخلكم للمغرب اه مغرب وفاش تخطفتوا انتوما امكم واش بقات كدير في هولندا حماقت بقاش ما قالاش ليا هو هي قالها في المدرسه مشيت المدرسه مشيت المدرسه ما لقيتناش ويزيد حماق فوالا احنا ما كاينش اللي غايجبنا العنوان احنا عارف اخرونكم كنا صغار في ما تعرف ديك الساعه ما تعرف العنوان شحال كان في عمرك ديك الساعه اربع سنين اربع سنين زيد في انت ولد اربع سنين عاقل على هذا الشيء كامل فيركم هاتي كوبي كوبي راسيكم انا اختي نين كبير كبر مني بعام اسيت 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 فاطمه لان المشكل وقع لان المشكل وقع لي انا وعندي خويا نيت عنده يحيى سمع على السيد سمع هنا في الروضه وانا في التكس مشكل الوالد ديالي ما بغاش يحشم جو بنك هذيك جات ناس رباتنا معمر دار في السر العربي واحد اخرى في اسبانيا والمرحومه تزوج من مر الوالده ديالك يو تزوج وليك مرا رباتكم معمر دار وقع واحد ودات واحد المده عاد تزوج عليه والمرا اللي رباتي معمر دار وانتم كيفاش كنتوا كتعيشوا الطفوله ديالكم وانتم نص دوزتوا في هولندا مع امكم في ظروف واحده اخرى وجيتوا للمغرب بديتوا طفوله واحده اخرى كيفاش النفسيه ديالك وانت صغير ما بين جوج ديال ما بين الحياه في هولندا والحياه في المغرب عايش بين الناس حباب وصغار كانت عمتي هنا الناس عمتي اخت مبوه من بوه زعما بيبي كانت كنا عايشين مع تردنا الحنان ديال من ديال امنا وقدرات تعوض الحنان ديال امكم زدت تموت التاكس تتبرها شويه قاش جات الوالده دارت المستحيل في المغرب ودعات يقولها تشفرنا علاش امي زدت تمو جاب لها ما حماقتش فعلا دابا راه مريضه اكسبريونيت اي حاجه تتمرض
واخا هاد الهضره كتقول لي وانتم كنتوا باقيين صغار يو. ولكن فاش كبرتوا ولا عندكم الوسائل باش انكم تقلبوا على امكم وتجيبوا حقوقات جاتنا عند النرويج دنمارك نيدرلاند كان يمكن كلفه بينا كنا ساكن دور شانطي من شلون تحول السكر عادي يجي من الحال قاش هو كان يخدم السيلولوز واصعب السيلولوز والخدم السيلولوز كان جوني ضعيف هو اللي قلب عليه بغاها وكان يخدم ليل ونهار كتهضر على باك ياك يا هو اللي تكرس كرسنا معاه وكرس راسو بيدو انا مزيان نشوف راسو تيتكرس قلتي بزاف المرات كتقول باكم كرفسكم بزاف وكرس راسو بيدو وتبقى لي انا الحال انا مبغيتش بغيت تكرس في اخر ايام وما محمدش واحد يكرفسو واخا باك تكرفس انتوما شنو التكرفيصه من غير الفراق ديال امكم الوالده شنو التكرفيصه اللي تكرفستو في المغرب من جهه طرف الوالده من جهه امكم يا ما قريتش وغير ما زال دارك تاني واحد انا الوالده ماشي ما تزوجت هولندا كنتي كتقرا كنتي غادي بديتي قرايتك يا ودخلنا بقولي دخلنا بديتي قرايتك بديتي غاتشد الريتم ديال الحياه غادي كنا غادي بخير ولا قلب راسي بين راسي حنا ما خبرنا والو وفي نظرك باك علاش دار هاد قلب السفينه اصلا خايب تخاف خايب هي اللي تقلع من بعد يسافر في 74 كان حكم ديمقراطي وفكر الافكار ديالو جاب من راسو لا واش خاف باكم حيت بزاف هاد العقليه باش فكر باك فكروا فيها بزاف ديال المغاربه على برا تيفكروا ان الاولاد يمشيو في الخارج ما يبقى عندهم لا دين لا ملا لا تقاليد لا عربيه ولا هذا هادشي باش عتقكم جابكم للمغرب ناي مي كانت معاه اكزاكتومون التاكس عايشه بخير عمر حتى شي قانون ما تعرضش له كان خصنا حتى شي خير ياك ما هي كتجر لبلادها وباك خصو يجر لبلادو هي كتجر لدينها هو كيجر لدينو هي بغاتو على حب هو اللي غدرها اذا دابا شوف هاد الجواج ديال باك بمراه هولنديه شنو المشاكل شنو يا دارها راسو هو دارها راسو دارها لكم حتى انتم لحقاش كتعاني والطريقه باش كتهضر انت راه مريض ومعصب ومنفعل ماشي هو هذاك نفسيتك ماشي هي هذيك مرت اصعب مرض في حياتي وما عقلتش عليا والعلاقه مع الوالده دابا فين واصله؟ الحمد لله بخير جات عندي في 97 المغرب؟ جات عندي في 97 جات عندي في 97 دازت معايا شهرين قلت لها عاود كي ما نمشيش علاش؟ وعلاش ما بغيتيش تمشي؟ تبقى معايا في المغرب انا بغيت تعيش واحد اللحظه قاش هي مابقاش قد على هذيك جات في اوروبا هذاك الشيء بغات تعيش معايا واحد القدر من الحياه تعيش معايا كان خاصها حتى خير الحمد لله ما خاصها حتى خير الانتر ديالها وعندها بخير خوتي دابا ساعتين تعيش في هذا شنو اللي خديتي من امك وشنو اللي خديتي من باك في شخصيتك؟ نص هولندي نص مغربي شنو التنوع اللي عندك في الشخصيه ديالك الياس؟ انا التنوع انا ما بغيتش امي تكرفست حياتها وزي ما بغيت تكرفس انت دابا كتهضر بجوج لغات يا انت كتهضر بجوج لغات عندك ثقافه الوالده وثقافه الوالد عندك تاريخ الوالده والتاريخ ديال الوالد عشان عايش في المغرب واش هادشي ينفعك واش هادشي ينفعك ولا هادشي تلفك؟ العرس مزيان التربيه ديال المغرب ومن التربيه هولندا اكزاكتومون دو تاكس حنا ما بغيناش حنا بغينا دين الاسلام ما نتهربوا حتى شي واحد عندنا دين واحد والنبي صلى الله عليه وسلم دين واحد قاش ضيف افسر طرحوا علينا هذا المشكل قلنا قلت له المشكل داروا بوا راسو حكي لنا شنو وقع انا ما يمكنش كنت كنقرا في المدرسه قعدت شهرين عاد دخلت المدرسه قلت صعوبه فيها قال خرج من الشهاده ما بغيتش نكمل من دخلت المدرسه قال لي شنو انا قلت له هذا التكس بفادر اي مودر نساوه نحيو انا قلت له بدات تكتب نبكي شنو اللي غيمحيو؟ ما تبقاش تجيب سيره بوا من الزواج ديالهم هذا الموضوع كيضرك تضر بزاف وشو عند الوالده كان يحكي لنا قلت لي نيكس قلت لي قلب ميرا ما عقلش عليه المو تجرح هي اكثر تجرحني انا اكثر من جرحها هي واخا شكرا لك الياس مازال نرجع نكملوا انا وياك القصه كلكم تعرفوا ساعة ب 20 درهم ودابا مع سوايع النجمة نتاع ميديتال زوج سوايع غير ب 25 درهم ييه يا ودي راني نهضر معاك ساعتين غير ب 25 درهم تهضر في الليل في النهار واقف قاعد والخلاص بالثانية وخذ راحتك ميديتال ديما راحتك من المستحيل بيبي قسم بالله
قناتكم ميدي أن تي في تدعوكم للمشاركة في مسابقة رمضان كويز سلسلتكم دارت ليام لمحاولة الفوز بقسيمة شراء 10,000 درهم كل أسبوع، بالإضافة للمشاركة في السحب النهائي للفوز بالجائزة الكبرى قسيمة شراء 100,000 درهم. شاهدوا هذا المقطع وجاوبوا على السؤال. المهم السيد اللي جابوا لنا البارح في حالة خطيرة الأكسيدونتي، درنا ليه العملية وبقينا نجيب واحد الصورة. وشنو الجديد؟ الجديد هو أنه في التصويرة هو أختك عيشة. أختي عيشة؟ تأكد. شكون هي صاحبة الصورة اللي كانت في جيب المصاب؟ آ عائشة، ب نجاح. للمشاركة ومحاولة الفوز في المسابقة بعتوا بالجواب الصحيح آ أو ب عبر الاسماس إلى الرقم 9559 أو اتصلوا بالرقم 4040 من أي هاتف محمول، أو اتصلوا بنا عبر الهاتف الثابت باستخدام الرقم 08 90 60 44 30. شكرا لك. غادي ندوز عند الاستاذ دريس القرش، متفاعل جمعوي وباحث في الثقافه المغربيه والتراث الشعبي. تحديدا لما كنقولوا جوج الجنسيات جوج الهويات، يعني انفتاح اكثر واكبر واضافات ممكن تكون في الشخصيه ديال الواحد فينا. ولكن في الشهادات اللي سمعنا كاين واحد شويه ديال، خصوصا في الحاله ديال الياس، كاين واحد شويه ديال التلفه. الانسان ماشي كيضاف ليه شي حوايج ولكن تيتلف، ما تيبقاش، تيولي مفرق ومتزع ما بين جوج ديال الثقافه. شنو تعليقك على هادشي اللي سمعتي سي دريس؟ تحيه لطاقم برنامج الناس، تحيه للجمهور الكريم، تحيه للمشاهدين الكرام. اولا هذا الموضوع ليس بغريب على المغرب، على اعتبار ان المغرب كان دائما سباق ديال احتضان الحضارات والثقافات، ديال تلاقح الثقافات وحوار الثقافات. ولو اننا من خلال ما ورد على لسان سي الياس، يعني هناك مراره، هناك مراره اللي هي منتوج ديال الزيجات المختلطه، الا اننا قد نصنف هذه الظاهره هذه ضمن الثراء على مستوى تلاقح الثقافات ما بين المغرب وثقافات الأجنبية. وحنا عرف تاريخ المغرب، عرف من منذ القديم المكونات الموريسكية والأندلسية والأوروبية والثقافات المحيط الأطلسي. إذا فهذه الثقافات هذه كلها اللي توردت على المغرب، اللي عطتنا منتوج صراحة إيجابي، لأن كاين تنوع وكاين خصوبة وكاين غنى، وهذا هو اللي عطى الطابع ديال التنوع والغنى للثقافة المغربية. هذا الإيجابي في الموضوع، هذا الإيجابي. إلا أن يعني الجانب السلبي، الجانب السلبي اللي هو اللي تنعيشوه الان من خلال الاحاسيس ديال الاخوات وديال الاخوان، وتنشوفوا سي الياس يعني كيفاش اللي هو متاثر يعني في واحد اللحظه. حيت الياس بواحد الانفعال كبير، فاطمه كتهضر بدموع وكتهضر بحسره، يعني كاين واحد الجانب السلبي في هذا الموضوع. الجانب السلبي وهو انه يعني هاد الزيجات ما كانش الاختيار، يعني لا بالنسبه من كلتا الطرفين، يعني ما كانش اختيار. مثلا حنا تنعرفوا بان العواطف مثلا الانسانيه، الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في الكره الارضيه للتعارف والتعاطف والتاخي، ولكن بالنسبه لاختيار الزوجه او اختيار الزوج، يعني بالنسبه للعواطف عند الانسان ما عندهاش، لا تؤمن بالحدود البشريه ولا الجغرافيه. اذا فالمساله ديال الاختيار فيها نوعين، فيها واحد النوع اما تاتي بالصدفه يعني، او مكره اخاك لا بطل، وهذا النموذج اللي شفناه ديال المغاربه اللي كانوا في الجيش في المغرب ومشاو لفرنسا، انهم يازروا الجيوش الفرنسيه في الحرب ديال فيتنام، ان هاد المغاربه يعني وجدوا نفسهم على انهم تيبحثوا على السكينه وعلى استقرار. اذا في الوقت اللي يعني ما كاينش الفصيل ديالهم السيده المراه المغربيه او العربيه، اذا فتبقى العلاقات الكونيه هي اللي تتحكم على ان المغربي يعني ما عندوش هذا الحاجز. وهذا ما يميز المغاربه، ان ما عندهمش هذا الحاجز ديال ان المراه ضروري تكون مغربيه او تونسيه او مسلمه، على اعتبار ان المغربي تيامن بثقافه كونيه، وانه هذه العلاقه ديال المغربي مع الفيتناميين هي علاقه كونيه، واللي وفعلا اللي هي تجربه تنعتبرها انا تجربه ناجحه. لماذا؟ على اعتبار ان النساء الفيتناميه تفضلوا انهم يديروا هجره معاكسه من يعني تركوا تقاليدهم وتركوا عاداتهم ورجعوا للمغرب، يعني لواحد البيئه، واحد الجغرافيه اللي غيبداو فيها من الصفر، لا من حيث التقاليد ولا من حيث العادات ولا من حيث العلاقات الاجتماعيه. اذا ولكن ما نساوش هذا التلاقح ديال الحضارات فيه حتى تلاقح ديال العادات والتقاليد. فمثلا تنشوفوا السيده انها استقطبت، جابت معها حتى بعض الاعشاب، حتى بعض الاعشاب اللي بذرتها في التربه المغربية. نعم. وهذاك ربما هو الخيط الرابط والحنين اللي تربطها بالثقافة الآسيوية والثقافة اللي تشبعت بها، على اعتبار انها يعني تزادت وترعرعت في واحد في البيئة ديال الفيتنام.
إذن ثم تأكين واحد الملاحظة لاحظتها من خلال التدخلات على أن يعني المغاربة هم سفراء في العالم، إذ لا يمكن مثلا أن لا أي بلد في المغرب نذكره إلا وفيه مغربي مزوج يعني بالجنسية ديال هذاك البلد أو العكس أو العكس. وثم أن هذا تنعتبره غنى اللي في الثقافة ديال المغرب. أما بالنسبة للفشل ديال هذه الحالات ربما هي حالات قليلة جدا، وأسباب الفشل ديال هذه الزيجات هذه تتعود أولا في البداية تتكون العلاقات تتكون العواطف متأججة، تكون يعني تتغطي على مجموعة ديال المشاكل، ولكن فين تتبدأ المشاكل على أرض الواقع وتتفجر النموذج اللي شفناه دابا على لسان سي إلياس، وهو أنه حينما يعني تظهر المولود الأول. نعم. تظهر المولود الأول عند الزيجات فين تظهر الخلاف. أولا في التسمية، فالأب مثلا اللي من جنسية مغربية أو الأم اللي من جنسية هولندية أو فرنسية أو إسبانية يعني هي تختار لابنها اسم أجنبي أوروبي، والأب دائما المغربي المتشبع بثقافته وبدينه يحاول أن يختار اسما يعني له علاقة. إذن الصراع الثقافات كيبدا من أول مولد. هنا فين تيبدا الصراع الثقافات. طيب مازال نكملوا السي إدريس القرش، نرجع عندك فاطمة نهضروا على العادات والتقاليد. أكيد مسافة كبيرة ما بين الجغرافية ديال المغرب وديال الفيتنام، شنو الحوايج اللي تعلمتي من الوالدة في الطبخ في الطقوس في العادات في العواشر في الحوايج اللي ضافت من الثقافة الفيتنامية؟ أنا ما كنديرش، أنا كندير بقى خضرة، أنا كنطيب أنا داك الشيء ديال الوالدة، ندير الروز وندير فيرميسان وندير نينا، ما كندير بزاف حوايج ديال ما كنتعلم منها. بحال دابا مثلا المناسبات الاعياد ديال الحريمه ديال الوالده، واش كتحتفل يعني كتحتفل بهم في دارها بحال كاينه في مع احبابها في الفيتنام ولا كيفاش؟ لا دابا ولا كتحتفل ديك الشيء ديال المغربي تقاليديه ما بقاش كتحتفل ديال المغربي وهي معامل ما كان حب معها. ولكن انتما جيتوا بزاف ديال العائلات من واخا كان عائله يكون واحد كيديع خدمتهم يكون واحد ما كيتواصلوش الفيتناميين اللي عايشين في المغرب مع بعضياتهم. هي كانت مشات واحد عام وهذه راه شي عامين هذه هي مشات تما بلادها مشات واحد شهرين وجات معنا مشات شفت بلادها العائله ما اختيرها تما اختك اختي عايشه تما في الفيتنام عايشه هي كانت خدام مع مغرب ومشات تما درت لها الريستوران عيشت تما دابا باقا تما باقا تما. وعاودي لي مثلا انت في حياتك مع راجلك كيفاش كيفاش شنو ضفتي للحياه الزوجيه؟ انت دابا مغربيه الطبخ مغربي عادات مغربيه تقاليد مغربيه، ولكن شنو زدتي انت شينويه كتقول لك بنت الفيتناميه بنت شينويه شنو الاضافه اللي كاينه اللي ممكن زدتيها في دارك؟ وتعلمت داك الشيء ديال مغربي كلشي درته داك الشيء ديال المغاربه كلشي درتي درته كلشي تقاليد بتقاليدهم العادات كلشي درته تعلمته منهم كلشي رمضان جاي تتعرفي ديري كلشي كندير كلشي نصوم نصلي وكندير كلشي الوالده ديالك حتى هي في الدار كدير كاع الطقوس وداك الشيء العادات هي اختي كيدير دابا هي عيان ما بقاش كيدير لا ولكن قبل ما تعيا راه كانت هي مراه كان هي كدير كلشي حتى هي كانوا تيجيو عندكم الضياف الناس كانت الوالده هي اللي قايمه بشغالتها كان ديك الساعه هي جا الصغار كيدير هي كلشي كان عاوتاني لولادها لي صغار وزيد قوتي انا من المغرب هي اللي دار كلشي هي ديك جا شي حار كضيف هي وكلشي هي الوالده ديالك دابا راه طرف كبير من عمرها دوزاتو في المغرب واش كتحسي بها هي اولا هي كتحس براسها كنسولك انت لان هي ما غاديش نقدروا نتواصلوا معها بزاف واش كتحس براسها مغربيه اكثر ولا فيتناميه اكثر هي دابا ونفات هنا وما بقى تقدر تعيش هنا ما تقدرش تمشي ترجع بحال هكا هي كون ولادي ما قدرت نصغي بها واخا نتوما تبارك الله راه كبرتوا درتوا ديالكم ما الوالد ديالك توفى يعني تقدر تمشي ترجع لبلادها قد ما بقات حتى عندها هي باقا اختها ونفت عيشت في المغرب ما بقات قدرت تعيش تم اذا المغربيه اكثر من الفيتناميه دابا ولق بلاد دراجنها اكثر من بلادها واخا نهضروا على العلاقات الجيران الجارات كيفاش كتواصل معاهم الوالده شنو الصعوبات هي عايشه واحد بلاصه فيرما عايشه جيران تما فيرما كون واحد بلاصه تكون واحد الدار عايشه عا بوحدها واش بوحدها حيت تحس براسها برانيه غريبه ولا هي بوحدها لحقاش هي ونفت هكا بوحدها ولكن حيت هي برانيه واش الناس كيخليوا واحد هي فيتناميه شينويه ولا على الله كيقولوا لا كان كون كان شي حاجه داكشي مع اختي دابا مجوج عايش معها هي تما دابا عائله راجلها وداكشي كيجي عندها ضايف وداكشي هذا وكت
تقعد مع الناس وصافي. نعم واخا شكرا لك فاطمه. نرجع عندك الياس دابا فاش انت معانا شنو الوضعيه اللي كتعيشها وانت مفرق ما بين هولندا وما بين المغرب ما بين جوج ديال الثقافات عندك جوج ديال الجنسيات دابا كيفاش كتعيش دابا؟ الجنسيه المغربيه خديتها انا خديتها من طرف من طرف المحاكم المغربيه. انت مغربي؟ لا خديت من المحكم خاص الاسم اللي دار بدريس ما دخلتش دفتر التحمل ديال المغرب ما دخلتش بصراحه في روتردام مشيت وديتو راهو وديتو معايا قاس لهم كان شي يمشي حتى تتبع الحبس عاد طالبوا بيني قال اما تمشي مع ولدك ولا قلت لهم انا لا اللي غدير بغدرني انا اكثر وما كان داري من 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 فاش دار الوكيل الملك اخر مابقاش عقل عليا صافي بحال اللي حتى شي حاجه وبقات عليه اخته ووالدها تعيط من هولندا واختي نيت مانشستر فورمي غادي جا لعبني تقريبا تدخل نيت هي اللي واقفه معايا. اختك دابا عايشه في هولندا؟ يا امستردام. هي بغات ترجع بحالها لهولندا؟ لا بولا لا هي خدامه براجلها. لا ولكن تاهي كانت من المخطوفين تاهي تخطفات ولكن من كبرات شويه رجعت بحالها. جيت انا مواليد 90 تدخل المغرب هي تدخل مغربي رغم كان دايرك جوج مغرب بغات وبغى الحمد لله ناقصه حتى حاجه. وخوك الاخر شنو دار في حياته؟ تا هو تزوج واخت مغربيه نيت. وفين عايش؟ عايش في هولندا وهي عايشه هنا في سيدي حي. اذا خوتك رجعوا بحالتهم من هولندا؟ واخذ يلا وادي ولد مع بنيه عندها عام وحاملة ومرتو كنت نمشي نقرا مع ولكن هما علاش رجعوا عند الوالدة وانت بقيتي هنايا في المشاكل مع باك؟ بقات عندك اسم خصي تصلح ما يصلحو هو. إذا عندك أنت مشكل في الوراق دارو هو ماشي دارو أنا المشاكل ماك تلصق لهم الخبار يا فيت تتصور تتمرض واش كدير؟ تتمرض غير كتمرض ما تدخلش تتدخل عندي أنت سيفا هولندي تتدخل عندي خويا دراك معوجي دابا تتدخل كاين معايا في راس العام تجي ثلاث مرات في العام تقول با الله يهديك الوالد الله يهديك. انت كون صوبتي الوراق ديالك وصح لك داك السميك كنتي تمشي فحالك؟ لا ما انا ما بغيتش نخرج. تغبر من المغرب؟ لا ما بغيتش. ما بغيتيش تمشي؟ علاش انا ولدت المغرب احسن بلاد واحسن اذا انت متشبت بالجنسيه ديالك وبالهويه ديالك في بلادك متشبت بالتمغربيه ديالك ما بغيتش تمشي؟ لا غنمشي غتجي الوالده غنخرج بحالي غتمشي فحالك؟ يعني داك الشيء وغيعاقبوه يعني داك الشيء اللي دار باك نهار الاول منين خطفكم وخوتكم كاملين جابكم للمغرب باش تستقروا باش تطلعوا مغاربه باش يحافظ لكم على الجنسيه ديالكم هادشي انتم ما عندكم ما ديروا به؟ لا احنا ما بغيناش تمشيو على برا. احنا ما بغيناش المشكل وقع بين امي وبينه هو دين واحد. انتم ضحيه ديال صراع ديال جوج الجنسيات. دار راسه ما دار امي ما مسكينه ما دارت حتى شي حاجه ما خرج منها والدي الله عمرها ظهر خوتها كانوا لا عمر الا خالي واحد كان هو دابا الهولندي الله يعمرها دار وديولك المغاربه هما اللي ما صدقوش معاك. انا نعمرها دار هو اللي خلى المشكل باك فقط. انت عندك مرض نفسي اصعب الدواء في العالم ما تعطيش تدير عدوك تنطيح كنت تنطيح هو ما عقاش سالت خويا قلت له شنو واقع خسر سمع في خدمته المرض النفسي جاك من هاد المشاكل ديال باك وامك مرضك هاد الشيء وعقدك في حياتك بزاف اكثر من دخلت الحبس ظلما دخلوا خوتي المهم ربطني 21 عام وما عمري ما عقراتني وما عمري ما عقرها. كنت نقول لها امي كنت مخالفين خدمت في المغرب كامل ترافايمو تجيب فلوس نحطها لها تقول انت امي تقول انت امي وانت اللي كبرتيني وانت اللي درتيني وامي كانت تصرف لها فلوس من هولندا تقول انت امو دابا امك ومرات باك متفقين باك هو اللي فيه المشاكل. يا مات الرحمن في 91 مات سكتة قلبية هذه اللي ربات كنت خدام في سيرلوز وكانت مريضة مرة فتحت لها وسولها الكيس وعيطت للطبيب قال لها شنو كاين قلت له شنو حشومة عليك عندي أعز ما أغلى مديت له 2 مليون أون سومبل دير مستحيل قلت له قاش أنا عارفة غاتخطيني غاتضربك تلافة فعلا كان مات عمي الله يرحمه توا كذلك سيني عمي كان واحد نيت نمتس وقع لي معايا وتقسيتها مع عمي نيت مات قلب عليك قاش كنت نهرب عنده هو الوحيد كنت نمشي لعنده كنت نجي نجر عليه انا بغيت نعرف حتى علاش انتج عليا انا بوحدي فقط. يعني انت هو الضحيه الاول والاخير والاكبر في هذا الجواج ديال باك المغربي وامك الهولنديه وهذا الصراع بيناتهم انت كنت النتيجه والضحيه ديالو. انا دابا المره اللي تزوج بها معايا بخير مفيد محمر نقت النقاش معاه وضربتها قالت لكم بقى في الخير كون قعدتي مع امك وضربتها كنت نقتلها وجري عليا 4 سنين خويت مره امي دارت فيه قالت لك هذاك وقالت له ولدي ما تسمحش فيه شي واحد ادي
كيقول علاش انا مي تجاه هذا الشيء باش ما باش ما نديرش تحت والدي لا منك انت لا من هو تجاهتي لاش غبرت ساكت ما داير بعض خاص انا مولف دابا نتايا جوج جنسيه مغربيه وجنسيه هولنديه الهويه من هنا ومن هنا جوج البلادات وفي نهايه المطاف انت خاوي البلاد انت ما شدك حتى ارض ما انت تبع امك ما انت تبع باك هنا واستقرار من باقي ما لقيتوش ما لقيتيهمش واخا عندك جوج ديال تقدر تمشي لهولندا تقدر تمشي فارق عليه كوك فارق عليه كوك ما تبغيش هنيه واخا بالضبط هذه النقطه اللي غادي نسول عليها السي ادريس القرش اذا الجانب الايجابي اللي هضرنا عليه في البدايه التدخل ديالك السي ادريس هنا ما حاضرش نهائيا لانه تيولي وهضرتي على اول مولود وهو البكر ديال باه امه هو تيكون الصراع وتيكونوا المشاكل تتكون تشتيته مفرق ما حيلته لمو الهولنديه والثقافه والعادات والخير اللي كان عايش فيه تما ما بينه بين عاود عالم واحد اخر اللي جا وجاو مخطوفين وجاو في ظروف اللي ماشي هي هذيك اذا هنايا ما كاينش شي حاجه ايجابيه في هذا النوع ديال الزواج المختلط وانت باعتبارك باحث في الثقافه الشعبيه والتراث هنا كيفاش ممكن الانسان يحافظ على جوج ديال القيام جوج ديال هذا التراث الهولندي والتراث المغربي والثقافه كذا اذا هنا ما كاين لا تعدد ولا خصوبه هنا دمار شامل لهذا بحال هذا النوع ديال الناس إذا هذه الظاهرة اللي أمامنا كما قلنا في البداية هي زواج ديال تعدد ثقافات مختلطة هذه العلاقات يعني تتحتوي على مجموعة ديال الخلافات اللي تتبدو في البدايات بسيطة إلا أنها مع مرور الزمن تتحول إلى صراعات هذه الصراعات اللي قد تنفجر واللي تتعطينا نموذج مثلا ديال الحالة اللي تنشوفه مثلا ديال إلياس إذا فهاد الصراعات قلت في البداية منين تتنتج أن في يعني ظهور المولود الأول تيبدا الصراع ديال ما بين الزوج والزوجة والأمر الخطير جدا هو عملية الإعذار عملية الإعذار على اعتبار إذا كان الأب مثلا مسلم وكانت الأم مثلا مسيحية أو عندها شي ديانة أخرى إذا فهنا تتدخل بجهات حقوقية عليا وتحول دون عملية الإعذار إذا هذا طقس مغربي ومسلم فيه مشكل فيه مشكل على اعتبار أنه مثلا الجهة الأخرى الناس ديال أوروبا تعتبروا أن هذا تدخل هذا يعني ضد حقوق الطفل وهو توجيه مستقبلي للديانة الإسلامية على اعتبار أن عملية الختان يعني هي عملية معروفة عند جميع عند المسلمين إذا تعتبروه توجيه الديانة الإسلامية في حين أن مثلا حقوق الإنسان عند الغرب تعتبروه واش هذا التخوف السي إدريس هو اللي كيخلي بحال الوالد ديال إلياس أنه يخطفوا ولادو ويجيبوهم من المغرب باش يدير الختانه ديالو على خاطرو باش يوجههم دينيا كيما بغى باش يوجههم ثقافيا كيما بغى واش هذا هو لا ما اظن ان الصراع تيكون صراع على القيم ولا على الديانه الصراع اللي تينتج مثلا النموذج ديال الاب ديال الياس والام الهولنديه هو صراع ديال المصالح وديال ديال اكثر من انه ديال عادات وتقاليد او ديال او القيم او ديال ديانه اسلاميه هي مشاكل عائليه تتوقع مثلا ما بين الزوج والزوجه كيف ما تتوقع ما بين الزوجات العاديه الا ان هذا هو ديال علاقه هذا الزوج مع الزوجه هو انا ذاك حينما فكر مثلا في اختطاف الابناء ديالو من هولندا الى المغرب فهو استحضر الهوه الكبيره في البدايه حينما تزوج وربط العلاقه مع الهولنديه فكانت العلاقه حميميه وكانت العواطف متاججه وكانت يعني كان واحد التقارب بشكل كبير لا على مستوى الجو يعني تم تغييب ما هو جغرافي وما هو تاريخي كيتلغى كل شيء كيتلغى كل شيء ولكن الواقع يفجر الحقيقه هذه الحقيقه هذه يستحضرها الاب مثلا حينما اختطف الاب فهو تفكر بانه ما يمكنش يخلي الذريه ديالو في بلد اجنبي بعقليه تقليديه انه ضروري خصو هو يحتضنها ولو ان هو يعني هنا مفهوم الاحتضان غائب على اعتبار ان العلاقه المتمرده اللي تتربطوا مع الابن ديالو البكر يعني هنا ما تتبانش لنا بانه يعني هي نفس التفكير اللي الوالد ديال الياس والوالد ديال فاطمه نفس العقليه نفس التفكير نفس الفرق ان الفيتناميه قبلت تبع ولادها الهولنديه ما قبلتش لا ولكن هنا كاين اختلاف هنا كاين اختلاف بالنسبه للفيتناميه يعني فكرت انها ضحات ويعني وتم كثير من التنازلات الى جينا نستقرأ الذاكره مثلا ديال الفيتناميه غادي نلقاو بان تنازلت على قيم تنازلت على عادات تنازلت على تقاليد ولكن كان الهم ديالها كان عندها هدف واحد هو اسري هو ان تحتضن تجمع الشمل وتضحي بتاريخه ببلدها وبتقاليده وتجي للمغرب وتبقى محتضنه والى يومنا هذا هاد الناس هادو ديال الفيتنام غادي نرجع لهم مازال الان هما دخلوا سبعه ديال الاسر فقط
من حد كورت كانوا القوم، كانت بإشارة من الحسن الثاني رحمه الله أنه طلب الجلاء ديال جميع القوم اللي المغاربة اللي كانوا أنذاك في الفيتنام، وفعلا صفة طبيعتها ودخلوا المغرب. وباش نشرح الفكرة ديال لماذا تم إيواءهم في الخيريات الإسلامية، أولا كان تم إيواءهم في الخيريات الإسلامية يعني في انتظار أنهم يوجدوا لهم حل. فعلا كانت فيه فكرة رائعة، وهي أنهم على اعتبار أنهم كانوا تيمارسوا الأنشطة الفلاحية، وفكرت الدولة المغربية يعني بإعاز من الملك الحسن الثاني أنهم أعطوهم أراضي فلاحية. كل فرد أخذ 7 هكتارات، معناه أن مثلا أخذوا 7 ديال الهكتار، 49 هكتار، 7 ديال الأسر، وكان العدد ديالهم قليل. 7 ديال الأسر إلا ضربناها مثلا غير في 5 بمعدل كل أسرة تكون 35 فرد. أما الآن أصبحنا في تنواجهوا إحنا أمام قبيلة، قبيلة الشينوا، امام ماشي الشينوا، امام هما كيقولوا لا الشينويه ولا حيت في ثقافتنا المغربيه المغلوطه احيانا في ذاكرتنا الشعبيه اي واحد عنده لونات صغار تنعتبروه شينوي. ولكن هادو يعني التاريخ تنصفهم، هادو فيتناميات. اذا فملي جاوا هاد الفيتناميات وتكونوا اسر بداو تيتزوجوا، كما شفنا النموذج ديال انها مزوجه مغربي والمغربيه والبنت ديالها تزوجها. اذا من فانيو كاين عدد ديال الفيتناميات، كان قبيله ديال الفيتناميات. دابا الان يعني تفرض واحد الواقع خصها دراسات سوسيولوجيا وهذه اثنوغرافيا على اساس أنه هذه القبيلة الإثنيات المختلطة ما بين ما هو الفيتنام، الإثنية الفيتنامية والإثنية المغربية، يعني خص دراسات اللي ممكن أنها تنتج لنا شيء. ثم كاينه مسألة أخرى، مثلا غادي نرجع للصحة والدين. مثلا بالنسبة للدين كاينه توجيهات ديال مثلا أن النسب والعرق كل ما كان بعيد تيكون اختاروا الانساب والنطف، لان العرق دساس. فكل هاد الزيجات البعيدة تتعطينا الأطفال في صحة جيدة، تعطينا بعدو على الاقارب والجينات المشاكل اللي غتجي قريبه كذا. اذا فربما ويرهتها. فهناك ظاهره صحيه على مستوى الوراثه والجينات مثلا ما بين هذ الاسر الفيتناميه اللي خصها بحوث على المستوى العلمي، اللي ربما غتعطينا واحد الانسان اللي يعني بجينات رائعه وبطاقات رائده سليمه وكذا كذا. اذا الا انني مثلا اتهرب من ان هذه القبيله هذه تبقى منغلقه على نفسها، على اعتبار انها هي في وسط واحد القبيله في جهه الغرب شطره بن حسن، والناس يقولوا هذاك راه دوار الشينوا، دوار الشينوا. مع العلم ان ما يميز المغاربه انهم يعني المفهوم ديال الاقصاء ولا البراني ولا ديال التهميش ولا ديال العنصريه. لان كنا لبسنا العنصريه او الاقصاء والتهميش، لما تم زواج المغاربه من هذا ما يتناسبوش معاهم المغاربه. دابا هاد الاسر هادو هذا نموذج ديال الثقافات اللي انفتحت على العالم. كاين مغاربه اللي تزوجوا منهم وولدوا وليداتهم ولا زال الامر مستمرا، باقا الزوجات يتزوجوا وحاملين ثقافتهم. إلا لاحظنا مثلا غير في الأجيال، إلا لاحظنا مثلا السيدة في الأجيال تختلف الملامح، ونخشى قد تذوب في يوم ما قد تذوب هذه الملامح، وربما قد يحافظنا على صغار العيون. نعم، شكرا لك سي إدريس القرش. غادي ندوزو مشاهدينا نسقبلوا الحالة الرابعة في قصة الناس اليوم من بعد هذا الفاصل. عودة إلى الزمن الجميل مع أروع الأفلام العربية الكلاسيكية الخالدة. ولكن أيوة يا أخوي، أنت عارف الفيلم بشو دلوقتي إيه؟ يأتيكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك. ميدي ان تي في تمنحكم فرصة تشخيص هاتفكم برنات الجينيريك لسلسلتكم مينا. لتحميل الرنة ابعثوا مينا عبر الاس ام اس الى الرقم 9440. لا تنسوا مينا الى 9440. لوسي 80 عام من اب فرنسي ولكن زياده وخلق في المغرب. مرحبا بك لوسي. ربي يخليك بني. كيقولوا لك فاطمه. هي امي تقول فاطمه وباك تيقول لوسي. باك تيقول لوسي، باك فرنساوي. عاودي لي كيفاش حتى تجوج باك الفرنساوي بالمغربيه. خداها صغيره كانت في القنيطره هنايا، هو في ميريشان رابح. باك كان عسكري في المغرب؟
ساكن في المغرب. إيه؟ كان عسكري؟ كان عسكري بشد الانتريت. صافي ربح الانتريت. إيه؟ واتصل بها مع بوها خدها صغيرة. صغيرة ولدني أنا معها. سمك لوسي. سمي لوسي. الوالدة سماتك فاطمة. وكيفاش دابا كتعيش يا لوسي؟ عيش القهرة. علاش؟ ياه. دابا انت ما بين جوج ديال الجنسيات. مغربي مغربية وفرنساوي. وعلاش العيشة ديال القهرة؟ ياه. ما كاين والو. علاش؟ والو ما عندنا حتى حاجة. علاش؟ شنو اللي ما كاينش؟ لا مهنة لا كاين الله. كاين الله ما كاين حتى حاجة. الراجل تيسعى وتيوكلني. واخا عافاك نرجعوا للقصه من الاول. عافاك لوسي كيفاش عشتي ما بين الاب فرنسي والام مغربيه؟ كيفاش كانت الحياه ديالكم؟ امي مغربيه مسلمه وبا نصراني. ونهار الاول بان كاين الفرق، هو بغى يسميك سميه ولا امك غتسميك سميه؟ خداها وسماتني انا، سمني با لوسي وامي سماتني فاطمه. شنو تيعيطوا لك الناس؟ دابا تعيطوا لوسي. لوسي اش نعب لكم بالخير. اشنا عميتي بلاك سميه لوسي وما كاين والو. والو من كلشي الوريقات داتها مختو مات في الرباط وجات داتها اللي هي عمتك. اي عملها العينين كره ماتت. عمتك فرنساويه. أيه جات دات لك الوريقات كاملين. انا كنت مجوجه مع راجلي وهو مرض في الطبيب الرباط، جات عدو داتو دفناته مع هذا القناء في فرنسا ولا فين وديت الوراقات. انت فرنسا غير كتسمعي عليها، عمرك مشيتي ليها؟ ما يبغي عرفتها حتى هذه المدينه ما عرفتهاش. ما نكذبش عليك. هادشي باش قلتي غير الشناد لوسي. والو. والو بنيتي والو. عايشه في القهره، حنا قاعدين في القهره. علاش هاد باك اللي كان عسكري في المغرب ما خلى تقاعد، ما عنده ورث، ما عنده فلوس في فرنسا؟ ما خلى حتى حاجه. والو ما واش ما خلاش ولا كلاوك الفرنساويين؟ والله اللي تعلم كلاوته اختو. اختو غتكون كلاتك عمتك. اختو هي. علاش امك ما ناضتش قلبات على الحقوق دراجلها؟ والو من مسكينه ما عارفه والو، من انت ما عارفه والو، مشينا للربار لقيناه مات. شحال كان في عمرك فاش مات باك؟ ما يكون خلاني بنتي عديت 14 عام. 14 عام يعني عاقل على باك؟ اي عقلتي عليه. كان معايا في الدار. واخا عاودي لينا عافاك على التربيه ديال باك اللي كان عايش في المغرب، كيفاش كبغى هو يربيك ديك الساعه وانت بنت 14؟ مربيني باك. لا واش التربيه فرنساويه هي التربيه مغربيه؟ وما كان تقول لي ديري السباطه، تقول له لا انا مشي نصير نمشي حبيانه. وي انت كنتي كتجري جهه امك بزاف ولا جهه باك؟ انا نسوق وجري لامي وجري لبو. حيت باك ما كانش مسلم. ها؟ باك ما كانش مسلم. كان نصراني. وانت هي؟ وانا مسلمه ووالداني امي معاه. انت تبعتي امك في الدين ديالها؟ هي بنيتي دين مولاي محمد الحبيب. ما كانش باك تيجر للدين ديالو؟ ها؟ ونصراني تيجر لدينه. ما تيقول لكش خصك تكوني نصرانيه؟ لا والو ما تيتذاكرش معايا بنت ما نبغيش. كيهضر معاك وانت ما كتبغيش. انا تنبغي نقول له ماشي نصراني انا مسلمه. كيقول لك انت نصرانيه وما كتبغيش هاد الهضره. اي تنبغي تتابع دينه هو دين المسلمين. انت صغيره وكتقولي هاد الهضره؟ اي تنقولها له. عاقله على قاعد معايا. ما المرض مشى الرباط قال لهنا هذا. كنتوا كتهضروا في الاول بالعربيه ولا بالفرنساويه؟ تنهضر معاه بالعربيه، ما ترجعش نهضر معاه بالفرنساوي. تنقول له لا. علاش؟ وما بغيت. علاش ما بغيتيش؟ قال له ما نتبعش دين النصارى، نتبع دين المرض. ورايك هو باك؟ هو أيوة. حقيقي وبا كتبعيه في كل شيء. اي يا بنيتي والدي انا هي بكرت امي. ايوا وي. ما بغيتي تهضري معاه لا بلغته، ما بغيتي تبعيه في دينه، لا ثقافته ولا والو. شويه تنهضر معاه شي شويه شي شويه باش تنقول. واش كانت امك هي اللي كتاثر، هي اللي واخده التربيه، هي اللي كلفه كل شيء؟ هي الوالده، تعرف الوالده تتربي كل شيء. هي دابا كيفاش قدرتي يا لوسي تندمجي مع الناس، مع المجتمع، وغيقولوا عليك انت بنت نصراني؟ هي بنتي راه ماشي. دابا راه ولات لا مود النصارى يتزوجوا بالمسلمين، ولكن في الوقيته ديالك ما كانش هذا الشيء. هي هي ما كانش. انت راه في عمرك 80 عام. هذه 80 عام راه كانت نصراني، بنت نصراني راه كانت عندنا شويه في المجتمع. من الوطن هو مات، ما رجع الوطن مات في الرباط، في هذا في الرباط في السبيطار ديال الرباط في الاستقلال مات. هي 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 وليدي تما. وجات اختو دات كل شيء، دات لي الحاله المدنيه اللي غنتخلصوا بها، ودات كل شيء ومشات. ما شفنا ما شافنا حتى حاجه، والو ما صورت والو ما فرنسا. ان شاء الله. احنا كي قالوا عشنا بقى زرقاء قلنا كي قالوا الله. الوالده ديالك ما ندمتش من بعد على ان تزوجت فرنساوي؟ ندمت اجنمت ياك. هي قالت لك خطيتو، خدات العرب، خدات عربي دوزها علي انا، ثاني خايضه بواحد الدريويش، ثاني انت الحاله موجود الله يبنيك.
شكرا لك لوسي. سي ادريس القرش بقاو تحديدا في الحاله ديال لوسي، حتى واحد ما يقول راها با فرنساوي ولا نصراني، مغربيه بجلابتها بالشده ديال شعرها، يعني امها قدرات انها تدوز لها التراث كامل والثقافه والدارجه كل شيء. اذا تعليقك على لوسي ولا فاطمه؟ بالنسبه للامي فاطمه غادي نفضل انا نسميها امي فاطمه وما تجيش امي لوسي. لا ما تجيش امي لوسي لان هذه ماشي في ثقافتنا. بالمناسبه اولا نحييها على الروح المريحه ديالها، ان امي فاطمه كانت ربما الام يعني كانت عندها علاقة وطيدة بالأم ديالها، لدرجة أن الأم ديالها حاولت تفرغ فيها مجموعة ديال التقاليد والعادات اللي تتنعكس الآن أمامنا على مستوى اللباس. أنها يعني أنا تنشوف أنها مغربية 100% البلغاش سربيل والجلباب والدراء، يعني فهي أم فاضلة مغربية. واش الأم هي الناقلة دائما للتراث والثقافة والدين وكل شيء؟ الأم هي الممرر الرئيسي للثقافات مثلا اللي تتكون في البيت أو اللي في الشارع أو اللي تتكون حتى الملك للقبيلة. واش هذا التخوف بكونها هي الناقلة واللي تتمرر هو اللي خلى بان دريس وبان سميتو انهم يخطفوا ولادهم يجيبوهم؟ اذا كما قلت في البدايه بان هذا الاشكال ديال تمرير ثقافات وعادات وقيم يخيف المسؤول الاول، على اعتبار مثلا كان اب او كان ام اللي عنده سلطه يعني وعنده تصور كيفاش خصو يمرر للابناء ديالو، فهو تيكون اكثر عنده تيكون اكثر من الوازع الديني. يعني تفويت القيام والعادات والتقاليد تتم التركيز عليه اكثر من انه يتم على الوازع الديني، لدرجه ان مثلا الاب الا كان مزوج فرنسيه وقاطنين في اوروبا راه يقدر مثلا ما يوجهش الخطاب ديالو لولده يقول له ودي ما تصوم خصك تصوم ولا كذا، ولكن قد ينهره ويتعامل معاه بواحد المعامله يعني شرسه الا شافو تيدير مثلا لما قبلش الراس ديال جده اللي تيجي للمغرب او ما قبلش اليد ديال جده. اذا فالتشبث في هذه العلاقات هذه بالقيام والتقاليد والعادات أكثر من ما هو يعني بالخفة بالجانب الديني. شكرا لك بزاف سي إدريس القرش، شكرا للحضور الكريم، تنشكرك بزاف أمي فاطمة لوسي، شكرا لك على الحضور سي إلياس، شكرا لك حليمة فانيوب مرحبا بك، وشكرا لك فاطمة، تنشكرك بزاف وتنشكر كلكم مشاهدينا اللي تابعتونا اليوم في قصة الناس. كنعيش بجوج جنسيات، كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصة الناس، باقي في الناس بزاف ما يتعاود في قصة الناس من اليوم. انت واحد اخر، السلام عليكم.